بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الإنسان وهي مكية، الصفحة 52 و400. قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نفس صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى الجنة. مرسل غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بين ذلك فقال جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي أخلاط، والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله تعالى من نطفة أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلط ثم ينتقل بعض من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. وهكذا قال أكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله تعالى نبتليه أي نختبره كقوله جل جلاله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلناه سميعا بصيرا أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جل وعلا إنا هديناه السبيل أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله جل وعلا وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول أكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور. وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله تعالى إنا هديناه السبيل يعني خروجه من الرحم، وهذا قول غريب والصحيح المشهور الأول. وقوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا منصوب على الحال من الهاء في قوله إما هديناه السبيل تقديره، فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء،
قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن سبقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأنا منهم وسيردون على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، والصلاة قربات. أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. ورواه عن عفان عن وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. وقد تقدم في سورة الروم عند قوله جل جلاله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله أتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يخبر تعالى عما أوصبه للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير، وهو اللهب والحريق في نار جهنم، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل، ولهذا قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها، ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء، ونصب عينا على التمييز. قال بعضهم: هذا الشراب في طيبه كالكافور، وقال بعضهم: هو من عين كافور، وقال بعضهم: يجوز أن يكون منصوبا بيشرب. حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقوله تعالى يفجرونها تفجيرا، أي يتصرفون فيها حيث شاءوا
وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير هو الإنباع كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقال: وفجرنا خلالهما نهرا. وقال مجاهد: يفجرونها تفجيرا، يقودونها حيث شاءوا. وكذا قال أكرمة وقتادة. وقال الثوري: يصرفونها حيث شاءوا. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري من حديث مالك. ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير، أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس: فاشية. وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه قول الأعشى: فبانت وقد أسأت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا، يعني ممتدا فاشيا. وقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب الله تعالى، وجعل الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه. والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد ومقاتل، واختاره ابن جرير كقوله تعالى: وآت المال على حبه، وكقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروى البيهقي من طريق الأعمش عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودا بدرهم، فأتبع الرسول سائل، فلما دخل به قال السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فاشترت بدرهم آخر، فأرسلت بدرهم آخر، فاشترت عنقودا، فأتبع الرسول السائل، فلما دخل قال السائل، فقال ابن عمر: أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فأرسلت صفية إلى السائل، فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، ثم أرسلت بدرهم آخر، فاشترت به. وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك: الأسير من أهل القبلة. وقال ابن عباس: كان أسرائهم يومئذ مشركين. ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وقال عكرمة: هم العبيد. واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك. وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث، حتى أنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال مجاهد: هو المحبوس، أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه، قائلين بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم،
ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: عبوسا ضيقا، قمطريرا طويلا. وقال أكرمة وغيره عنه في قوله يوما عبوسا قمطريرا، قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد: عبوسا العابس الشفتين، قمطريرا قال: يقبض الوجه باليسور. وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر والقمطرير الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه قال: قال ابن جرير: والقمطرير هو الشديد، يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصر صبر. وقد أقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم: بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر؟ قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نضرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس، وهذه كقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، الحديث. وقوله تعالى: وجزاهم بما صبروا، أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني قال: قرئ على أبي سليمان الداراني سورة هل أتى على الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال: بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا. ثم أنشد يقول: كم قتيل لشهوة وأسير، أف من مشتهى خلاف الجميل، شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا،
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العظيم، فقال تعالى متكئين فيها على الأرائك، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات، وذكر الخلاف في الاتكاء، هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس، وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال، وقوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم صرمدي لا يبغون عنها حولا، ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة إليهم أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصن كأنه سامع طائع، كما قال تعالى في الآية الأخرى وجنى الجنتين دان، وقال جل وعلا قطوفها دانية، قال مجاهد وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت معه بقدر، وإن قعد تذللت له حتى ينالها، وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها، فذلك قوله تعالى تذليلا. وقال قتادة لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد، وقال مجاهد عرض الجنة من ورق من ورق، وترابها المسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق، والثمر بين ذلك، فمن أكل منها قائما لم تؤذه، ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه، ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه. وقوله جلت عظمته ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، أي يطوف عليهم الخدم بآيان الطعام وهي من فضة، وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطين. وقوله قوارير قوارير من فضة، فالأول منصوب بخبر كان، أي كانت قوارير، والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز، لأنه بينه بقوله جل وعلا قوارير من فضة، قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج، والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من فضة، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن ابن عباس ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى قدروها تقديرا، أي على قدر ربهم لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب عين صاحبها. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة وابن أبي زيد وعبد الله بن عبيد بن عمير وقتادة والشعبي وابن زيد، وقاله ابن جرير وغير واحد، وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وقال العوفي عن ابن عباس قدروها تقديرا، قدرت للكف، وهكذا قال الربيع بن أنس، وقال الضحاك على قدر كف الخادم، وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر والري. وقوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ويسقون يعني الأبرار أوبرا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة ينزل لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر. وهؤلاء ينزل لهم من هذا تارة ومن هذا تارة، وأما المقربون
فإنهم يشربون من كل منهما صرفا كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، وقالها هنا عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. قال عكرمة اسم عين في الجنة. وقال مجاهد سميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة جريها. وقال قتادة عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين سلسة مستخيض ماؤها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الخلق، واختار هو أنها تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك، لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. وقوله جل وعلا وإذا رأيت، أي وإذا رأيت يا محمد، ثم أي هناك، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحظرة والسرور. رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطان باهرا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه. فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى. وقد رأى الطبراني هاهنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عقبة بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل واستفهم. فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة
أو نعم الله، فتكاد تستنفذ ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته. من فضلك تابع بقية المادة. ونزلت هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله ملكا كبيرا، فقال الحبشي وإن عيني لا ترى ما ترى عينك في الجنة، قال نعم، فاستبكي حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته بيده. وقوله جل جلاله عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم، والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس، وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة، كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عن نمي فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذن، ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن. وقوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وكقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى وكان سعيكم مشكورا، أي جزاكم الله تعالى على القبول بالكثير. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا
فاصبر لحكم ربك، أي كما أكرمتك بما أنزلت عليك، فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك، بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله، فإن الله يعصمك من الناس. فالآثم هو الفاجر في أفعاله، والكفور هو الكافر قلبه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكقوله تعالى يا أيها المزمل ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها والانصداد إليها وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني يوم القيامة. ثم قال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قال ابن عباس مجمع وغير واحد يعني خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة، وقال ابن زيد وابن جرير وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم، كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وكقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال تعالى إن هذه تذكرة، يعني هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا، أي من شاء اهتدى بالقرآن، كقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر الآية. ثم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا يقدر أحد أن ينبي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيد له أسبابها، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة البالغة والحجة الدامرة. ولهذا قال تعالى إن الله كان عليما حكيما. ثم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، أي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آخر تفسير سورة الإنسان ولله الحمد والمنة. تفسير سورة المرسلات وهي مكية، الصفحة 58 و400. قال البخاري حدثنا أحمد حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنن إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات، بالمرسلات عرفا. وفي رواية مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، أذكرتني بقراءتك هذه السورة؟ إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أخرجه في الصحيحين من طريق مالك به. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال انسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا زكريا بن سهل المروزي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أنبأنا الحسين بن واقد، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والمرسلات عرفا، قال: الملائكة. وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه أنها الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيد عن أبي العبيدين قال: سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا، قال: الريح. وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا، إنها الريح. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه. وتوقف ابن جرير في والمرسلات عرفا. هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا، أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئا؟ وقطع بأن العاصفات عصفا الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وممن قال ذلك في العاصفات عصفا أيضا علي بن أبي طالب والسدي. وتوقف في الناشرات نشرا، هل هي الملائكة أو الريوح كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا هي المطر. والأظهر أن المرسلات هي الرياح كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال: عصفت الرياح إذا هبت بتصويت. وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. وقوله تعالى: فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، يعني الملائكة. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري: ولا خلاف ما هنا، فإنما تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه أعذار إلى الخلق وإنذار لهم، عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله تعالى: إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام، أي
ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازات كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن هذا كله لواقع أي لكائن لا محالة. ثم قال تعالى: فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها، كقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت، وكقوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وإذا السماء فرجت، أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها، وإذا الجبال نسفت، أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر، كقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، الآية. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقوله تعالى: وإذا الرسل أقتت، قال العوفي عن ابن عباس: جمعت. وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل. وقال مجاهد: أقتت أجلت. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: أقتت أوعدت. وكأنه يجعلها كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى: لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى تقوم الساعة، كما قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهو يوم الفصل كما قال تعالى: ليوم الفصل. ثم قال تعالى معظما لشأنه: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم من عذاب الله غدا. وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في جهنم ولا يصح. ألم يك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى: ألم نهلك الأولين، يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ثم نتبعهم الآخرين أي ممن أشبههم. ولهذا قال تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين، قاله ابن جرير. ثم قال تعالى ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداء: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل، كما تقدم في سورة ياسين في حديث بشر بن جحاش: ابن آدم لأن تعجبني وقد خلقتك من مثل هذه. فجعلناه في قرار مكين، يعني جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة،
والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله تعالى إلى قدر معلوم يعني إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أشهر. ولهذا قال تعالى فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال ابن عباس كفاتا كمنا. وقال مجاهد يكفة الميت فلا يرى منه شيء. وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة وجعلنا فيها رواسي شامخات يعني الجبال عسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى غليل ذي 3 شعب لا غليل ولا يغني من النهر إنما تروي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وإنني يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته أن له 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب يعني ولا يقيهم حر اللهب. وقوله تعالى إنما ترمي بشرر كالقصر أي يتطير شرر من لهبها كالقصر. قال ابن مسعود كالحصون. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم يعني أصول الشجر كأنه جمالة صفر أي كالإبل السود. قال ابن مجاهد والحسن وقتادة والضحاك واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير جمالة صفر يعني حبال السفن. وعنه أعني ابن عباس جمالة صفر قطع نحاس. وقال البخاري حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إنها ترمي بشرر كالقصر. قال كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه لبناء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر حبال السفن تدمع حتى تكون كأوساط الرجال ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
فإن كان لكم كيد فكيدون. وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده، يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد قال تعالى ولا تضرونه شيئا، وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن المنذر الطريفي الأودي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن حسان بن أبي المخارق عن أبي عبد الله الجدلي قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس، فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الداعي ويقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. اليوم ما ينجو مني جبار عميد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو فإنا نحدث يومئذ أننا تخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهران الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يغيبهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع الله إله آخر وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المفسدين. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون، أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل يحمون وهو الدخان الأسود الموتن. وقوله وفواكه مما يشتهون أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون خطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد وعيد. فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا أي مدة قليلة قريبة قصيرة. إنكم مجرمون أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها. ويل يومئذ للمكذبين كما قال تعالى
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه. ولهذا قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى: فبأي حديث من بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به، كقوله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا، فقرأ: فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل: آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة. آخر تفسير سورة المرسلات، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.